نصيحة إلى جميع الزوجات، بما أنه كأس العالم راح يبتدي و95% من الرجال بينتظروك الأربع سنين بفارغ الصبر، فخلونا نتفق على بعض الشغلات الأساسية والمهمة كرمال ما نزعل من بعض. لازم تعرفي بأنه كل المباريات مهمة وكل يوم في مباراة. أي حديث مهم بدكن تحكوه أجلوه لبعد المباراة. صوت التلفزيون لازم يكون عالي لأنه صوت المذيع والجمهور بيطربنا. ما في شيء اسمه وطيل الصوت. لا تسألوا شو يعني تسلل كرمال ما نزعل من بعض. إياكي تسألي مين الأهم، أنا ولا المباراة، لأنه راح تسمعي شغلات ما راح تعجبك. رونالدو وميسي ما بيلعبوا مع إسبانيا، حطيها ببالك. المسافة بين التلفزيون وبين جوزك تعتبر منطقة عسكرية، يعني ممنوع التجول فيها. لا تروحي وتوقفي بالنص وتتمختري. إذا بنت حلوة طلعت بالتلفزيون وبعتت بوسة للكاميرا فجوزك ما خصه، لا تهزي بدنه، المخرج هيك بده. بدك تنتبهي إنه إعادة الهدف أهم من الهدف نفسه، انتبهي. وأخيرا أهم نقطة، تشجيعك للفريق الخصم ضد جوزك ممكن إنه ينهي علاقتكم. أنا نبهتكم.